السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحسد والعين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان القدر سابقه شيئا لسبقته العين، وأكثر أمتي موتا بعد قضاء الله وقدره من العين، ولو كان القدر يسبقه شيئا لسبقته العين. لكن لازم نفرق بين العين وبين الحسد، لأن في فروق كتيرة جدا بينهم الاثنين، لأن العين لا يصحبها شيطان، ولكن الحسد هو من يصحبه الشيطان. والحسد عبارة عن تمني زوال النعمة اللي ربنا سبحانه وتعالى أنعم بها عليك. ولا يأتي الحسد إلا من كاره حاقد حاسد لما أنعم الله عز وجل عليك من النعم. ولذلك لو أنت عايز أنك أنت تبطل العين والحسد، كل ما عليك أنك أنت هتمشي على البرنامج اللي أنا هذكره لك، وبإذن الرحمن جل وعلا يجعل الله عز وجل فيه الشفاء، فالشافي على الحقيقة هو الله جل وعلا. فعايزك تعرف دلوقتي إيه هي علامات الحسد، وإزاي نفرق إذا كنا إحنا أصبنا بعين ولا إحنا الحالة اللي موجودة عندنا عبارة عن حسد. ركز معايا لأن الموضوع مهم جدا. أول حاجة عايزك تعرف إن العين معرض الإنسان إن هو يصاب بيها في كل موقف من المواقف هو بيمر بيه، ومعرض أنت إنك أنت تصيب أي حد بالعين. ليه؟ لأن العين هي عبارة عن نظرة خرجت منك دون أن تذكر الله جل وعلا، فيكون القلب غافل فيها عن ذكر الله. فربما وأنت جالس في البيت كده، أو جالس داخل بيتك أو مع أبنائك، تنظر إلى شيء فتبص تلاقي إن الشيء ده وقع مرة واحدة، أو إنك أنت تنظر لحد ماشي في الشارع فتبص تلاقي إن هو اتعطر وكان هيقع ورجع تاني، وتبص الغريب إن الشخص اللي أنت نظرت له ده بيبص لك بصة غريبة وانت كمان عينك جاية عليه. وكذلك انت لما تيجي توقع او تيجي انك انت تتعاطر مثلا، او يحصل معك موقف غريب فتبص تلاقي ان حاجة وقعت منك، فتبص لأي شخص كده، معناته ان العين رصدت العين، فدي نظرة صدرت من الشخص اللي انت نظرت ليه، هو لم يذكر الله جل وعلا، وانت ايضا نظرت ليه انك انت يعني بتعاتب عليه لا اراديا. ازاي انك انت تنظر لشيء دون ان تذكر الله؟ فسبحان من أظهر لنا هذه الجوانب، لأن عالم الغيب ده بيحصل فيه أمور عجيبة جدا. ربما أنك أنت تشوف أن الشخص بيصيبك بالعين عادي والشيء بيوجع منك، لكن الأتهى من ذلك أن الملائكة بتخلي بينك وبين القدر اللي جاي لك ده، فالأشياء دي بتوجع منك وبتفتقدها. عشان كده يا أخي الكريم عايزك تعرف أن للحسد والعين أعراض كتيرة جدا. من ضمن الأعراض دي صل على النبي صلى الله عليه وسلم. أول حاجة حديك أربع أعراض على العين. العين أولاً إنك أنت مثلاً تكون موفق في الدراسة وتكون بتذاكر كويس وبتطلع من الأوائل، فجأة تبص تلاقي نفسك إن حياتك كلها متعطلة، فما أنتش عارف إنك أنت تحصل أي معلومات في مذاكرتك، ومش عارف إنك أنت تطلع زي ما كنت بتذاكر الأول، ولما تيجي تذاكر تحس إن نفسك مسدودة ومش حابب إنك أنت تقرأ أي شيء. دي العلامة الأولى. وإذا كانت المرأة ربنا سبحانه وتعالى حباها بجمال وبشرة طيبة ناعمة، فتبص تلاقي ان بشرتها ظهر فيها حبوب شديدة قوي، وان الحبوب ديت ما تعرفش ايه اسبابها. واذا كان الشخص وفى في موضوع الارتباط، واي فتاة يجلس معها توافق عليه وتكون معجبة بيه وعايز ان هي ترتبط بيه، فجأة ان هو يروح بعد كده يحكي لاصحابه او لاصدقائه ان كل ما روح اتقدم لبنت البنت دي توافق عليا، فسبحان الله ربما ان هم ينظرون لك نظره غير جيده، فتيجي بعد كده تروح لواحده واثنين وثلاثه، تبص تلاقي ان كل الطرق متقفله في وشك. او لربما ان يكون زوجك علاقته جيده معاكي، فتبص تلاقي ان العلاقه اتهدمت بينك وبينه. طبعا دي من الاعراض اللي بتدل على العين، ودي اعراض يعني سبحان الله ما بتستمرش كتير، لكن هي بتسلبك النعمه في الحال، او بتسلبك الشيء اللي انت بتعتز بيه، وكل ذلك لأنك أنت بتكون حريص على الشيء ده. خلينا نتذكر أن آدم لما خرج من الجنة خرج بسبب أن إبليس وسوس ليه، وكان آدم عنده حرص أنه يظل بجوار الله جل وعلا، فالحرص ده أفقده نعمة البقاء بجوار الملك سبحانه وتعالى وأخرجه من الجنة. فعشان كده دايما الأشياء اللي أنت حريص عليها هي الأشياء اللي أنت بتفتقدها، فلازم أنك أنت تحفظها بكلمة واحدة هعلمها لك الآن بإذن الله جل وعلا، فاديني لحظات. أما الحسد بقى، وهو إن الإنسان اللي بيتكلم معاك تحس بالكلام بتاعه إن هو بيصدر ليك سموم، وبيتمنى إن النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى أكرمك بها تزول من عندك، فتبص تلاقي إن كلامه معاك أنت كنت فين وبقيت فين، أنت ما بتذاكرش كويس وبتطلع من الأوائل يا أخي، أنت ربنا سبحانه وتعالى فتح عليك في تجارتك وفتح عليك في أرزاقك وفتح عليك بينك وبين أولادك في حياتك كلها ماشية 10 على 10 وأمورك كلها كويسة، تبص تلاقي إن الواحدة مثلا تقول لك ده زوجك بيعاملك معاملة زي البرنسسات، أيوة يا ست مين قدك، أو إن مثلا تقول لك واحدة صاحبتك إن أولادك دايما موفقين في الدراسة، وعلى الرغم إن هما ما بيذاكروش
وعلى الرغم ان هم قليلين في المذاكره بس بيطلعوا من الاوائل، وتبص تلاقي ان في كلام كده بيترمى، وتشعر انت من جواك لما تستمع للكلام ده ان الشخص اللي قدامك كانه بيتمنى زوال النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى انعمها عليك. هذا هو الحسد. فالحسد تمني زوال النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى اكرمك بيها. لكن انا عايز اقول لك على حاجه، ان الحسد كل ما عليك انك انت تحمد ربنا سبحانه وتعالى. فكل ما الشخص الحاسد ذكر النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى اكرمك بيها قول الحمد لله. مجرد ما بتقول الحمد لله ترد العين عليه مرة تانية فتصيبه هو، فيزداد حسرة وندامة، وانت ربنا سبحانه وتعالى يبارك لك ويزيدك من فضله. لما ربنا سبحانه وتعالى هيبارك لك ويزيدك من فضله ونعيمه تتلاقي ان حياتك كلها بتتغير للأفضل والأحسن، على الرغم ان هذا الحاسد بيتمنى زوال نعمتك، الا ان ربنا سبحانه وتعالى بيزيده سوء وبيزيده ضر وبيزيده كره فوق البغض اللي موجود جوه. ذلك فإن رقية الحسد هي كلمة الحمد لله. أما العين للأسف الشديد إن بيصحبها دايما شيطان، والشيطان ده مجرد ما الشخص يبص على النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى حباك بيها بيسكن في جسمك، ويستحيل إن الشيطان ده يفارق جسمك فيظل في هذا الجسد، وربما إن هو يتكلم على لسانك، وربما إن بعض الأشخاص يقولوا له اطلع يقول لا أنا مش طالع، وإن الجسم ده هو أرض خصبة ليا ويستباح جسمك كأنك ملكه بالظبط. فلازم في الحالة ديت إن احنا نمشي على برنامج علاجي أنا هذكره لك. إذا أنت مشيت عليه بالطريقة الصحيحة والطريقة السليمة، مما لا شك فيه إن ربنا سبحانه وتعالى هينصرك على الشيطان بتاع العين. كل ما عليك يا أخي الكريم إن النعمة اللي سلبت منك ديت عايز إن ربنا سبحانه وتعالى يبدلك ما هو خيرا منها، أو إنك أنت ترجع أفضل مما كنت عليه، إنك أنت هتحافظ على الصلوات المفروضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن الصلاة يعني من أهم الأشياء والأركان في الإسلام، وهي عماد الدين. فعشان أنك أنت تحافظ على عماد الدين لازم أنك أنت تحافظ على هذه الصلوات الخمس، ولما تحافظ عليهم تعرف أن ربنا سبحانه وتعالى بيزكيك فيقول لك إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الأمر الثاني أنك أنت هتكون على وضوء، ثم بعد ذلك أنك أنت تدخل الأوضة وتختلي بها بنفسك لمدة ربع ساعة بالظبط، وهتحط يدك اليسرى وفوق منها يدك اليمنى، ثم تاخد نفس عميق وتقول بسم الله أوله وآخره، حسبي الله ونعم الوكيل على كل شيطان يسكن جسدي شيطان عين، اللهم أخرجه وأذله. ثم بعد ذلك تقرأ سورة الفلق 100 مرة، ثم بعد ذلك تتعوذ بالله جل وعلا من شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حسد إذا حسد. وتظل أنك أنت تكرر كذلك، أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حسد إذا حسد. ثم إذا كنت تعرف الأشخاص اللي هم عانوك، حاول أنك أنت قدر الإمكان أنك تاخد من أثرهم، بمعنى أنك أنت مثلا تعزمهم على شيء وتاخد بواقي الشيء ده وتحطه في مية وتصبها على رأسك من الخلف، ولو استطعت انك انت تاخد من وضوءهم يكون افضل واكرم واحسن. فتقول يعني مثلا ايه ادوني من وضوءكم، ولكن الامر ده بيصيب حزازية شديدة جدا عند الاشخاص اللي هم يعني اصابوك بالعين. فعشان كده حاول انك انت تاخد من الاثار بتاعتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم اباح ذلك. وللأسف الشديد ان غالب اللي بيصابوا بالعين بيكونوا من الاقارب ومن اقرب الناس ليك. فلو انت مثلا واحده متجوزه وبيت فيه سلايف ليكم مجتمعين على بعض، قول لهم احنا في فكره ان احنا نقدر نعملها، ان احنا ناخد من وضوء بعدنا كله ونخلطه على بعض، وكل واحده تطش على ظهر الاخرى، بص تلاقي ان الاتعاب والاضرار اللي موجوده في جسمك بتختفي نهائيا. لو انت بتمر باعراض العين حاول انك انت تمشي على البرنامج ده، ولو عندك اي برنامج بيقضي على العين والحسد يا ريت تضعه لينا في كومنت اسفل الفيديو، عشان كل متابعينا في قناه تفسير الاحلام يستفيدوا منه. لكم اطيب تحيه، انا اخوكم يوسف احمد، دمتم في ود في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.